انت وقاعده لو حتى لو والله حلو. مره باليقظه مره باليقظه اجاني يعني حاكي يعني ارواحهم ويانا ترى اي والله اي وحق الحسين يعني تحسي يمك شواسي اي دائما يعني اشوفه خاصه اذا تمر الدورات هاي راسا يجيني يجيني بلابسه العسكريه وهاي قال لي ماما ايش بيك انا ما بي شيء انا ما ميت انا عدل بس انا بالاحياء عند ربي عندي واجب انا عندي واجب لا تنقهرين ولا تضوجين ولا تبكين اصلا انا اخر رمضان اخر رمضان يعني كنا الصايمه بالرؤيه اجيت للحسين قالوا لي هاي شهاده الله والله وحق هذا الحسين قالوا لي هاي الشهاده قلت لها البنتي قلت يا ماما انا ممكن راح اموت قالت ماما ايش بيك انت صلي على النبي والله يعني شهادته هو ثاري هو الى الشهاده مو الى اي ان شاء الله ثلاث ايام يعني جابوا شهيد ان شاء الله يكون شفيعكم ويقف باب الجنه وياخذ بيدكم انا والكم يا رب يطول عمر السيد علي السجتاني ويحفظه امين رب ان شاء الله ويخلي خيمه على العراقيين بحق الحسين شكرا لكم عزيز شكرا لوقتك وربي ان شاء الله يرحم شهيدكم وشهيد العراق هو شهيدنا وابننا الحمد لله والشكر والرحمه والغفران لكل الشهداء ولكل الامهات يعطيكم الصبر والقوه آمين. يا رب هذه تبرك شكرا. من قناة كربلاء الفضائية شكرا. ومن سيد الشهداء سلام الله عليه إن شاء الله تتقبلون حبيبتي مقبولة منكم الله يحفظكم ويطول عمر السيد علي أنا حتى بالصلاة يا رب يحفظنا السيد علي السيستاني طول لنا عمره آمين. خلي خيمة على العراقيين فعلا فعلا هو صمام الأمان للعراق والله إن شاء شكرا لك يا أم عزيز شكرا لهذا الوقت وهذا اللقاء ويانا نحييكم أصلاً أنا فرحانة بهذا اللقاء الله يخليك وابني في دول العراق وإحنا كنا في دول للحسين سلام الله سيدي أبا عبد الله تقبل زينب قالت لي أصلاً تقبل هذا القربان تقبل هذا إحنا ولدنا من ضحية الناصرية سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أهلا وسهلا الله يخليكم طبعا ما اعرف اني بهذه الايام نهني منعزي على الشهداء لكن استشعر انه هي اوقات للتهاني في يوم اطلاق فتوى جهاد الكفائي احكي لنا عن مشاعركم ذيك اللحظه وين كنتوا كيف سمعتوا فتوى الجهاد كيف كان استنفار العائله وردود فعلها في البيت طبعا ذاك الوقت هو كان وقت كلش مهم واكيد كنا اجواء عائليه بالبيت فكانت الخطوة السيد الشيخ عبد المهدي الكربلائي فمن خطب الخطوة الأولى كانت هي توجيهات لكن من خطبت الخطوة الثانية عرفنا أنه العراق بحاجة للزلم وعرفنا العراق بحاجة لولدنا ولازم الأم تحث ابنها والأخت تحث أخوها والزوجة تحث زوجها فهنا احنا شفنا السيد القزويني وهو مرتدي البدلة فما تمالكنا مشاعرنا وأكيد يعني إحنا كنا يعني أخذتنا هاي الروح الوطنية وبكينا بنفس الوقت وصارت عندنا يعني صح شوية خوف بس إحنا ندري إنه أكو أبطال أكو شجعان صحيح. وأكو يعني شاقي لش الراحة يعني نقول قليلين من الراح من العائلة من ضمن الأولاد شهدائكم والله احنا راح عندنا شهيد يعني عريس نسيبنا صار له 10 ايام متزوج رحمه الله تعالى عليه هنيئا الى الجنه حسين محمود لوع الاكبر فرح 10 ايام يعني تعالى عليه. وراح وقلنا سوينا عرس ما سوينا فاتحه اجواء تلقي خبر الشهاده لما بيوم استشهاد السيده زينب عليه السلام سلام الله تعالى قالوا لنا مصوب يعني بعد ساعات قالوا لنا استشهد حسين رحمة الله تعالى واجانا ملفوف بهذا العلم الحلو واستقبلناه بالهلاهل واستقبلناه بالشكليات وراح حسين الجنات الخلد اكيد في الحجه القائم المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف تعالى. اللي هو استقبله وأكيد علي الأكبر استقبله صحيح. وأكيد الإمام الحسين استقبله فهنا أنت تأخذك صح مشاعر حزين نعم ويعني فقدان اللي يفقد زين هنا هو عريس وعشرة أيام أمه ما تشلبت بي ما قالت له أنت شوين رايح للموت بعدها عروسته أمه إش قالت له قالت له عفية ابني اللبة دال المرجعية وقامت تهوس عليه هي وخواتها هنا زوجته كان عمرها 16 سنة صح يعني هي طفلة ما تعرف شو هاي قالت لها لا ابني راح في دال الوطن ابني راح
فداء إلشن لو ما هو ولو ما غيره. أنت ما تقل قعدات ببيوتشن. صحيح. أي والله. صحيح. كانت أجواء الخوف والقلق يعني مع انطلاق الفتوى ومع أنه يوميا نسمع تحررت فلان منطقة وتحررت فلان منطقة كنا نستشعر الأمان وماكو أحلى من الأمان الإنسان يستشعر هذا الأمان ببلده. أكيد أكيد. ودعواتنا ودعوات الأم. الأم هاي من تطلع المغربية وتدعي لابنها هذا البطل اللي شايل سلاحه وشايل علم العراق. حسنتي. وأيضا صرخاتهم يا أبا عبد الله يا حسين يا عباس كلها هذه أكيد دعم وقوة إن شاء الله يستمدوها من أبا عبد الله الحسين سلام الله تعالى عليه حاضرتهم. وإحنا هنا شنقول نقول عليكم السلام يا الله يساعدك أم محمد. إحنا قاطعناك جاية سريع لأن عندك زوال فما نريد نأخرش بس حبينا نسمع تهانيك بهذا اليوم ومشاعركم بفتوى الجهاد الكفائي. اي والله خاله الحمد لله والشكر يعني احنا شهداء راحت من المدينه هواي من عندنا قرايبنا قرايب زوجي بالبصره المدينه يعني ضحت هواي الحج الشعبي. ايش كم شخص بالمدينه اللي تعرفيهم انت؟ سبعه من الاقارب. هاي اقارب زوجي. نعم. اي والله كلها شباب. كلها شباب راحت. نعم. كلها شباب. اي والله رحمة الله تعالى عليهم. كانوا في الحشد الشعبي أيضا سمعوا الفتوى في مثل أجواء مثل هذا اليوم. أصدرت الفتوى فتوى الدفاع الكفائي في كربلاء المقدسة ومن حرم سيد الشهداء عليه السلام. أنتوا بهذا الوقت وين كنتوا؟ كيف سمعتوا الفتوى؟ سمعنا من السيد علي السستاني وكل هالناس بعد من الشاشة من الخطبة. من الشاشة. نعم. احنا هنا بالزيارة بعد ومن رجعنا للبصرة كل هالناس راحت تجاهد لو ما الجهاد يعني هذا ما صارت عندنا هيك حسينيات وهيك مثل طينا شهداء. هسه احنا نجي نزور براحتنا هم حمينا وطننا وحمينا عرضنا وحمينا. هاي بعد شوفي هاي بدور رب العالمين. ام محمد جزيل الشكر لك. بعد عمري بين سماهم في وجوه انسانه طيبه ومتدينه ومحترمه ان شاء الله يا ربي يوفقكم. اي والله وندعو الحجينا ندعو الحجينا صاحب الحسينيه مريض ان شاء الله يا رب الشفاء العاجل. ما زالتم يم حرم الامام الحسين. يا رب يا رب امين رب العالمين. حجيه أم محمد هذا شيء بسيط. شكرا. بركة من سيد الشهداء أبا عبد الله إن شاء الله تقبليها منه.